السلام عليكم يا شباب، فيديو جديد محاكي سيطرة. الزمان ما لعبت اللعبة، بعرف لكن رجعنا عليها، لكن للأسف اترصد كل شيء عندي فبديت من الصفر. يعني سلاح ضعيف، كل شيء ضعيف، على لكن جورك شكرا صارت الجدار يعني لازم شوية لحظات، صلاح يعني هناك. شوي بالجيم صار له زمان لا ما ما عنديش صارت حال معاي، شغل معاه. وبنفس الوقت لحظات حلوة. فأتمنى أن الفيديو يعجبكم، هي بس بداية يعني كرجوع لهاللعبة، وإن شاء الله بعدين الأيام الجاية بننزل فيديوهات أكثر حلوة إن لك شاء لا يا الله ابن الحرام، تعجبكم. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، لا تنسى تتابعني على تويتش، راح أحط لكم الرابط بالوصف. هجم علي شارك متاع، محمد، سلامات. شنو؟ هجم علي الغزال، كان راح يذبحني، سوى دمي نصه والله. بيهجم الغزال؟ هجم ايه، طول بالك. هاجم علي، راح اموت، شوف دمي. هاجم عليك هل الاستاذ هاجم؟ وينه؟ صبته بس راح يهرب. خلنا نجيب هذا وبعدين نرجع الثاني. اضرب صد الراد، حاسس هذا هرب بعد كثير، هذا حاسس ما بعرف. خلص برجع عصيتي هذيك افضل. نشوف الجوال كيف الوضع. لازم نروح شوي على اليمين. شوف دمي شخطة، بس مش شايل معاي هيل عشان اهيل. انا سواب تاني اموت انا. هذا هون دم كمان، لانه يعني انا مش مطور المهارات عندي، فصعب اني ادور على بالاثار، عشان هيك استخدم التليفون عشان اعرف ايش يعني شوي الاتجاه الرايح منه. شايف كيف؟ بس هرب لاخر الارض. سمع صوت غزال هون قريب كمان. هذا لابس جديد الثلجي. لك مع انه مش الماب مناسب، مش مناسب لهذا الماب. شو ساوي؟ لقيناه يا زلمه، هذا وين هارب؟ بس بالله شو رايك فيه؟ اول صيدة حلال بثياب حسون هيك. ناخذ لنا صورة. ايه وليه؟ لا تفتح محمد. أول مرة أسمع بيها هيك، ليش بتقدر تلومه هيك؟ إيه إذا بتنبطع عليه وبتسحف. شايف أنا كان فيني أضرب على القلب، بس المشكلة الضربة بتاع هذا البارودة اللي معاي مش قوية كتير، فقلت أضرب على الرئة، فالرئة يعني مضمونة، مع إنه هرب مسافة لأنه بارودة مش قوية. حرام، هذا لازم جولد، هذا 126. بس على كل حال ما في أي مشكلة، مثل ما كم شايفين سيلفر ميل ليفل 50. حلو، اعطونا كاش، 1000 كاش، كثير ممتاز بالنسبة لأول صيدي. نار منشور. ايه ندور على اللي بعده، شوف وين راحوا البقية. والله بعرف في كثير اثار مثل ما شايف. ليتس جو. اسمع الصوت. يميني هذا؟ الأمامي. ذكر صغير، ذكر. تعال تعال، اطلع اطلع اطلع، راح اجيبه بالقلب. ما بعرف مات. اوه والله في ارضه محمد، نزل في ارضه، جبته بقلبه. شوف دم،
لا لا مش في قلبه، بالرئة. حرامات. بس جولد عطاني 67، سكور ممتاز والله. كله كاش يا برو. ليفل اب اكيد راح يعطيني ليفل اب بعد هالسكورات اللي عم اخذها. اشرقت الشمس، شوف الجمعة احلى، شوف الجرافيك يا برو نار. احيانا اذا بتنادي على الحيوان بيجيك. هذا طير، بس طير شنو ما بعرف شنو يسموه، الفوكا 200 متر تقريبا. راح احاول اجيبه من هون والله، ما بعرف اذا راح اصيبه. اوه ما 90 وصلت التحميل. محمد جيب المسافة اللي جبته منها لهال، مدري شو بيسموه. والله اني قناص برو، رفعتها فوقه بشوي، بس فوقه بشوي، قلت اعيرها مشي حالها. دائما استعملوا الهاتف شباب اذا كنتوا بعدين جديد باللعبه، لانه كثير راح يفيدكم. طبعا يا شباب صار لي ساعه بدور عليه، بس بصراحه ما لقيته، يعني ما بعرف شو بدي احكي والله، شو بدي احكي ما بعرف والله، شو بدي احكي ما بعرف للاسف الشديد. يعني مستعمل الهاتف في كل شيء، بس ما بعرف، هو حجمه كتير صغير، فما بعرف اذا مرق من جنبه ومش شايفه. عم شوف هناك غزال اسطوري، بدي اقرب عليه، ما اقدر من هون. هذا لونه اسود معتق بعمره، هذاك الثاني. يا رب بسم الله. لا انا ناسي انه انا مش مفعل المهارات. شو عم يسووا هذول هون؟ شو مقلش اللعبة لو كيف؟ هذا صيتي أول وحدة. متت لك، متت وانا متت، بس انا هون قتلتهم. راح ارقد كل المسافة، شايفينها كم متر؟ 2 كيلومتر، مستحيل. يلا الله بعين، الله بعين. قول المهارات بهاللعبة جدا جدا، ما فيك تلعب اللعبة بدون مهارات. اكيد طبعا، مثلا انه سلاح يضرب ضرب بعد ضرب بدون يعني ما تسكر السكوب وتفتحه، هاي واحدة من المهارات. وتاني اشي الريلود يكون سريع، في كثير شغلات. طبعا بعد عذاب دام 2 كيلو متر تقريبا، ربع ساعة من الركض المستمر، وصلنا يا شباب للمكان اللي قتلنا فيه 3 غزلان واستشهدت فيه بنفس الوقت. شوف ما زال في غزلان، شوف هذاك خنزير قدامي. يا محمد استشهدت فيه يا عمري، ما قتلوني هم هون، ما قتلوني هون. خربك تاكل خنازير حمد؟ لا مشان هيك انا ما صدته، ما احب اكل، قلت لك اياهم.
هذا هذول هم شايفهم الغزلان وينهم؟ المال الحلال محمد وين المال الحلال ما بيروح. اسمع خلينا نكمل الحكي. تعال حبيبي تعال. طوف وين الغزال؟ تعال. هذا سيلفر 153 سكور حلو 1000 كاش، يعني هذا الكاش بيكفي وبيوفي بالرئة. هذا أول واحد صبته بيناتهم ليفل 3 ذكر. وين الثاني هون؟ كمان في واحدة غيره مو بس اثنين. هذا الذكر الثاني كمان برضه كثير مهم، كمان بالرئة اليسرى الكاش 1000 بالضبط ليفل 3 سيلفر 176 قريب كثير على الجولد. كثير حلو. باقي الأنثى. كل كانت يمين طلعت يمين على الأنثى هون. هي الأنثى اللي قتلتني ها؟ عنيفة هاي. الأنثى هي اللي قتلتني قوية والله. أنثى قوية. بس وين راحت يا ترى؟ معقول يكون ضاعت؟ الله أعلم. وأنت جدا قوية الأنثى. أنا أحس ضاعت ها؟ الله أعلم. وبصراحة ما بتهمني كثير يعني. ما بتهمني كثير، أنا مو مني حصلت الذكور. فعلى كل حال يا شباب، هذا كان الصيد لليوم مثل ما انكم شايفين. يعني اللعبة ترست كل شيء فيها وعدنا يعني من الصفر بدينا، لكن على كل حال صيد كتير حلو مع لحظات شوي قلق. متنا مرتين، مرة مش مرتين. معقولة ما اصيب؟ طبعا كل حال هذا كان كل شيء. شكرا للمتابعة، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي بشيء جديد ومميز. السلام عليكم.